أم عبد الله من السعودية تقول في ولد عندنا زار خالته وأعطاها فلوس وحلفت ما تأخذها وحلف عليها ولكنها ما أخذتها، على من الكفارة؟ أم عبد الله على الولد. الآن عندك ولد تقولين راح وودى فلوس لخالته وحلف عليها إلا تأخذ، هي حلفت إن ما تأخذ وفعلا أصرت وما استطاع أن يعطيها الفلوس، إذن الكفارة عليه يطعم 10 مساكين. بارك الله فيكِ.